بالنسبة يعني لقول المصنف قبل ذلك: وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان أهل فرضها وقت موته. اتفقنا قبل ذلك أن الصلاة على الميت الحاضر يكفي فيها أو في إسقاط فرضها صلاة صبي مميز، هذا في الصلاة على الميت الحاضر. أما الصلاة على الميت الغائب، صلاة الغائب، أو الصلاة على الميت بعد دفنه في القبر، فلا يكتفى فيها بصلاة الصبي، ويشترط لمن يصليها أن يكون من أهل الفرض. أهل الفرض يعني يكون مكلف، مسلم بالغ عاقل مكلف. لماذا؟ لأن الميت إذا حضر السنة الإسراع بالجنازة خوف التغير الذي يحصل للميت، فطالما وجد صبي مميز فإن صلاته تكفي على الميت طلبا للمسارعة بدفن الميت. أما الميت الذي دفن دون أن يصلى عليه أو الميت الذي يصلى عليه الغائب، لا خشية في الصلاة عليهما في هاتين الصورتين من خوف التغير، وبالتالي لا داعي من الإسراع. فلذلك اشترطنا لمن يصلي صلاة الغائب أو من يصلي على ميت بعد دفنه أن يكون مكلفا. نرجع فيه إلى الإيه؟ إلى الأصل، لأن العلة التي من أجلها أسقطنا فرض الجنازة بصلاة الصبي المميز وحده لا توجد هنا، كانت العلة هي الإسراع بالجنازة والخوف من عدم تغير الميت إذا انتظرنا البالغ حينما يأتي، وهذه العلة مفتقدة هنا في صورة صلاة الغائب وفي صورة الصلاة على الميت بعد دفنه، لأنه خلاص دفن وبدأ يتغير فالأمر انتهى. فهنا الفارق فقط بين الصورتين. واتفقنا بأن قول الشارح وقت موته المعتمد، أن المراد أن قوله قبل موته يشمل أيضا بعد موته وبعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ما لم يدفن، يعني طالما أن المانع من التكليف زال قبل أن يدفن الميت ف يجوز أن يدخل في قوله كان أهل فرضها وقت موته. واضحة أم نعيدها؟ زي مولانا كلام تصح الصلاة بمعنى تسقط الصلاة. نعم. وين؟ كلام تصح الصلاة بمعنى تسقط الصلاة. نعم. ما هو إلا إن لم تصح لن تسقط، لن تسقط فرضيتها. ما معنى لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل؟ نعم. ما معنى لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها؟ لأن غيره يعني غير
المخاطب بالفرضية متنفل. يعني الصبي حينما يصلي صلاة بالنسبة إليه نافلة. فقوله لأن غيره يعني غير من هو أهل للفرض، من هو أهل للفرض، لأن متنفل. وهذه لا يتنفل بها، يعني صلاة الجنازة لا يتنفل، لا يتنفل بها. هل نحن علينا أن يمنع الصبي من صلاة الجنازة لغيره؟ أن يمنعه لأنه لا يصح؟ لا نمنع. لا نمنع. ولكن يعني طالما انه موجود في الجماعه فيتعود ذلك، يعني يتعود ذلك. هو المعتمد في المعنى أنه قبل الدفن، وأدرك زمنا يمكنه فعل الصلاة فيه. طيب، نعود إلى الموضع الذي وقفنا عنده. ويندب أن يقف غير المأموم من إمام ومنفرد عند رأس ذكر وعجوز غيره من أنثى وخنسى للاتباع. هنا شروع في كيفية وقوف الإمام على الجنازة. فإذا كنت تصلي على رجل فالإمام يقف عند رأس الذكر، أمام رأس الذكر. وإذا كان الإمام يصلي على أنثى فيقف عند عجوزها، يعني عند وسط المرأة. وهذا أيضا من باب تمام الستر للمرأة في كل أحوالها. وتجوز وتجوز على جنائز صلاة واحدة برضا أوليائها. يعني إذا اجتمعت عدة جنائز في وقت واحد هل يجوز أن نصلي عليها صلاة واحدة؟ أم لا بد من أن نفرد كل جنازة بصلاة مستقلة؟ فقال وتجوز على جنائز صلاة واحدة، يعني يجوز أن نجمع الجنائز الموجودة بصلاة واحدة. قال برضا أوليائها، يعني إذا أولياء الموتى ارتضوا ذلك، لأن الغرض منها الدعاء. ويقدم لأن الغرض منها الدعاء، والجمع ممكن في الدعاء. يعني نقول اللهم اغفر لهؤلاء الموتى وارحمهم وعافهم واعف عنهم، يعني الجمع جائز في الدعاء لا حرج فيه، لأن الغرض منها الدعاء. قال ويقدم إلى الأمام
الأسبق من الذكور أو الإناث أو الخناثة وإن كان المتأخر أفضل. يقدم إلى الأمام يقدم إحنا الجنائز حينما تتعدد ترص الجنائز أمام الإمام كل جنازة خلف الأخرى. طيب أي الجنازات تقدم؟ إن كان كل الجنازات ذكور أو كل الجنازات إناث فيقدم الأسبق في الحضور، يعني الجنازة التي حضرت أولا تقدم إلى الإمام ثم الثانية ثم التالية. فالتقديم هنا لا يكون بالأفضلية، بالأفضلية الدينية مثلا، كان يكون مثلا كان نقدم العالم على غيره، لا، هنا يقدم الايه؟ الأسبق في الحضور. يقدم يعني أمام الإمام، صح؟ يقدم يعني أمام الإمام. نعم. فلو سبقت أنثى، هذا إذا كان كل الجنازات ذكور أو كل الجنازات إناث يقدم الأسبق في الإيه؟ في الحضور إلى المسجد. قال فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه، يعني لو حضر ذكر وحضر أنثى يقدم الذكر أو الصبي على الإيه؟ على الأنثى، حتى وإن حضر الذكر بعد الإيه؟ بعد الأنثى، فيكون الذكر أمام الإمام ثم بعده الصبي ثم بعده الإيه؟ الأنثى. ولو حضر خناثى معا أو مرتبين جعلوا صفا عن يمينه، يعني عن يمين الإمام، رأس كل منهم عند رجل الآخر لئلا تتقدم أنثى على ذكر. فالإمام عند أول نعش إن كانوا جميعا يعني خناثة أو خناثة، عند أول نعش يقف في وسط النعش بحيث يكون الرأس على يمين الإمام، ثم النعش الذي يأتي بعده يكون قدمه رجله عند رأس النعش الأول، وهكذا يكون يعني الخناثة إذا اجتمعوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا كل ذلك احتياطا لئلا تتقدم أنثى على ذكر. قال ولو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد صلي عليه بعد غسله وستر بخرقة ودفن كالميت الحاضر
وإن كان الجزء ذفرا أو شعرا. قال ولو وجد جزء ميت، يعني إنسان تحققنا أنه مات فعلا ووجدنا جزء، مثلا إنسان كان في طائرة وقعت مثلا الطائرة، وطبعا في مثل هذه الحوادث تتقطع أو تتفرق أجزاء الإنسان، فلم نجد منه مثلا إلا الرأس، وتحققنا أن هذه الرأس هي رأس هذا إنسان ممن كان في هذه الطائرة، فماذا نفعل؟ هل نصلي على هذه الرأس أو هذه اليد؟ نعم، نغسلها ونسترها بخرقة ونصلي عليها ويدفن كالحاضر تماما. طبعا هذا إن تحققنا أن صاحب هذا الجزء فعلا قد إيه؟ قد مات. ندفنه في المكان الذي بقي الجزء أم؟ نعم، ندفن هذا الجزء في المكان الذي بقي الجزء. نعم، إن ما هو إن كان دفن قبل ذلك لن نصلي عليه ثانية، يعني ولكن نحن في حالة إنسان مات ولم يعثر منه إلا على جزء، هو مات ولكن لم يعثر من جسمه إلا على هذا الجزء، كأن مات في حرب، مات في حادثة، لكن لا يصلى على الشعرة الواحدة كما قاله في العدة، كما قاله في العدة، وإن خالفه بعض المتأخرين، وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب. قال لكن لا يصلى على شعرة، على الشعرة الواحدة، لأن الشعرة الواحدة يعني هذه ليست فيها دلالة حقيقية على أن هذا جزء إنسان ميت، فالشاهد أن تكون هناك دلالة واضحة من هذا الجزء على أن هذا فعلا جزء إنسان ميت، لكن الشعرة تسقط من الحي ومن الميت، فليس فيها دلالة على أن هذا جزء ميت فعلا. قال وإنما يصلى على الجزء بقصد الجملة لأنها في الحقيقة صلاة على غائب، يعني لا أقول نويت أن أصلي على هذه الشعرة، على شعرة إنسان أو على يد إنسان، لكن نويت أصلي على هذا الشخص الذي مات. أو على جملة أو على صاحب هذا الجزء، تكون النية هكذا، القصد الجملة وليس الصلاة على الجزء بعينه، وإنما القصد الجملة ذاتها. قال لأنها في الحقيقة صلاة على غائب، صلاة على غائب، وكأنه يقول يعني إذا جوزنا الصلاة على الغائب تماما فأولى أن نجيز الصلاة على جزء من ميت فعلا. قال والرابع دفنه في قبر، يعني الرابع من الفرائض التي تجب تجاه الميت دفنه في قبر. وأقله يعني أقل ما يحصل به الدفن حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة منه فتؤذي الحي وتمنع نبش سبع لها فيأكل الميت فتنتهك حرمته. يبقى أقل الدفن حفرة تمنع بعد ردمها ظهور رائحة كريهة من الميت بعد انفجاره،
وتمنع نبش السباع لتلك الحفرة، يعني يكون الميت في مأمن من أن تنبش من أن تنبش السباع كالكلاب والثئاب ونحو ذلك قبره بعد ردمه، أو وتمنع أيضا ظهور رائحة منه بعد دفنه. قال الرافعي ما هو السبع إذا نبش القبر سيأكل الميت، هو يقول لك لابد في الحفرة من أن تكون يعني في مأمن تعمق في الأرض وتغلق بحيث لا تستطيع السباع أن تنبشها وتأكل الميت، فإذا أكل الميت تنتهك حرمته. يعني إذا تمكن السباع من أن ينبش القبر ماذا سيحدث؟ سيأكلون الميت فتنتهك الحرمة، الميت هذا له حرمة فتنتهك يعني يكون الوضع يعني فيه ازدراء بالإنسان بعد موته، فهذا هو الشاهد. قال الرافعي والغرض من ذكرهما، يعني ذكر المعنيين اللي هو ذكر المعنيين في الحفرة، المعنى الأول وهو كتم الرائحة، والمعنى الثاني عدم نبش السباع. يعني قال والغرض من ذكرهما، يعني ذكر الايه هذين المعنيين في الحفرة التي تكفي لدفن الميت. والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن. الغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين، متلازمين يعني أنه متى وجدت إحدى الصفتين في الحفرة توجد الأخرى. فإذا كان الغرض من ذكرهما، كأنه يقول والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين، يعني إن كان يعني بنوع من التلازم بحيث إنه إن وجدت إحداهما وجدت الأخرى، بيان فائدة الدفن. وإن لم يكونا متلازمين فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. يعني الإمام الرافعي بيقول إن أئمة المذهب المتقدمين ذكروا هذين المعنيين في الحفرة التي يدفن فيها الميت، فقالوا المعنى الأول أن الحفرة تمنع ظهور رائحة كريهة، والمعنى الثاني أن تمنع نبش السباع للميت بعد الدفن. طيب الإمام الرافعي يقول هل ما ذكروه من هذين المعنيين هل هو على سبيل الشرطين المنفصلين للحفرة التي يدفن فيها الميت، أم ما ذكروه ليس على سبيل الشرط وإنما هو على سبيل بيان فائدة الدفن؟ فالإمام الرافعي يعني يفسر ذكر أئمة المذهب لهذين المعنيين، هل ذكرهما على سبيل الشرط يعني أن يشترط في الحفرة شرطان، الأول أن تمنع ظهور رائحة الميت بعد دفنه، والثاني أن تمنع نبش السباع للقبر بعد الدفن،
يبقى إذن شرط أول وشرط ثاني، وبالتالي لن يكون هناك تلازم بين الشرطين. أم أن المعنى هو بيان فائدة الدفن؟ وإذا كان الغرض هو بيان فائدة الدفن فإن ذكر هذين المعنيين يكون على سبيل التلازم، بحيث إنه إن وجد واحد من المعنيين وجد الآخر. فالإمام الرافعي يقول وإلا فبيان وجوب رعايتهما، وإلا يعني وإن لم يكونا متلازمين فبيان، فالغرض بيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. يبقى لابد من تحقق هاتين الشرطين. والظاهر الثاني، الظاهر في المذهب يعني الثاني، أنهما على سبيل الشرطين، يعني الحفرة لابد من أن يكون فيها شرطين: الأول أن تمنع ظهور رائحة كريهة للميت بعد الدفن، والثاني أن تمنع نبش السباع للقبر بعد الدفن. قال: وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض، وجعل عليه ما يمنع ذلك حيث لم يتعذر الحفر. وكأن الحفرة في باطن الأرض أيضا من شروط الدفن، لأنه قال وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض وجعل عليه ما يمنع ذلك، يعني جعلنا بناء، وضعنا الميت على تربة على وجه الأرض، وبنينا على هذا الموضع قبة أو بيتا يمنع ذلك، يعني يمنع ظهور الرائحة الكريهة ويمنع نبش السباع. قال: حيث لم يتعذر الحفر. يبقى عندنا قاعدة: طالما أن الأرض التي يدفن فيها الموتى تصلح للحفر فلا بد من الحفر، لا بد من الحفر في باطن الأرض. لكن إن تعذر الحفر، هناك بعض الأراضي أراضي تكون أراضي طينية وهي منتشرة في مصر، يعني في القاهرة مثلا، في المناطق القريبة من النيل، الأرض الحفر فيها يكون متعسر، فالمصريون يعني يدفنون في بعض المناطق يعني فيما يسمى بالفساقي. الفساقي هذه يعني تبنى أبنية، تبنى على ظهر الأرض، على وجه الأرض، وتهيئ لدفن الموتى فيها، لكن لا يحفر فيها في الأرض، لأن الحفرة، لأن هذه التربة تربة طينية، ويتعذر فيها ليه؟ ويتعذر فيها الحفر، لأنك إن حفرت فيها خرج الماء، خرج الماء على الميت فأفسد الميت وأفسد الكفن. فمن أجل ذلك في بعض القرى، في بعض البلاد التي تكون قريبة من المياه، من ماء النيل مثلا، تبنى هذه الفساقي ويدفن فيها الموتى. فإن حضرت جنازة في مصر ورأيت الناس يعني يفعلون ذلك، فلا تسارع بالإنكار، وتكون هذا يعني مخالفة للسنة وهكذا.
وتحدث بقى فتنة وتحدث مشكلة بين المصريين والماليزيين وتكون مشكلة كبيرة. لا، هم يبنون ذلك لأن الحفر متعذر في تلك الأرض، ولذلك قال إيه؟ حيث لم يتعذر الحفر. يبقى قوله تخرج الحفرة وخرج بالحفرة ما لو وضع الميت على وجه الأرض حيث لم يتعذر الحفر، فإن تعذر الحفر فيكفي ذلك، فيكفي هذا الدفن. في الفسق يدفن بالدين أيضا؟ لا، هو الفساقي هو المكان يعد يبنى على وجه الأرض بالطوب، يعني يرتفع به عن وجه الأرض قليلا وتفرش الغرفة بالرمال، يعني الغرفة التي يدفن فيها الميت تفرش بالرمال، يعني هي تبنى قليلا على، يعني ترفع عن الأرض حتى لا تصل المياه إلى داخل القبر بعد الدفن، فترفع عن الأرض قليلا وداخل القبر يفرش بالرمال، تكون هناك رمال داخل القبر يوضع عليها الميت. قال واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما لتحريم ذلك في حقهما. يبقى هذان الاثنان يحرم أن يغسل ويحرم أن يصلى عليهما. الأول الشهيد ولو أنثى ورقيقا أو غير، ولو أنثى أو رقيقا عندكم إيه؟ أو ورقيقا ماشي. ولو أنثى ورقيقا أو غير بالغ إذا مات في معركة المشركين. يبقى يشمل الذكر، يشمل الأنثى، يشمل الصغير، يشمل الكبير، كل ذلك إن مات في معركة المشركين لا يغسل ولا يصلى عليه. لخبر البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أمر في قتل أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهما ولم يصل عليهم. وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت، طبعا الأحناف عندهم تجوز الصلاة على الإيه؟ على الشهيد عند الأحناف، لكن عندنا تحرم الصلاة على الشهيد، يحرم غسله وتحرم الصلاة عليه. فالمراد جمعا بين الأدلة دعا لهم كدعائه للميت كقوله تعالى وصل عليهم أي أدع لهم. وسمي شهيدا لشهادة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم له بالجنة وقيل غير ذلك. وهو هيبدأ يعرف من هو الشهيد، يضع حد من هو الشهيد الذي يحرم تغسيله وتحرم الصلاة عليه. قال وهو من لم تبق فيه حياة مستقرة قبل انقضاء حرب المشركين بسببها. وهو يعني الشهيد من لم تبق فيه حياة مستقرة، هذا رقم، هذا الأول.
قبل انقضاء حرب المشركين، قبل انقضاء الحرب هذا ثاني، المشركين ثالث، بسببها رابع، قيد رابع. يبقى عندنا أربعة قيود. قال من لم تبقى فيه حياة، وهيبدأ الشيخ يذكر، قال وهو من لم تبقى فيه حياة مستقرة. طيب إذا انتهت المعركة وأصيب في المعركة، لكن انتهت المعركة وفيه حياة مستقرة وظل يعالج بعد المعركة مثلا بأسبوع بأسبوعين ومات، هذا يغسل ويصلى عليه. طيب قبل انقضاء حرب، قبل انقضاء الحرب، يبقى هذا قيد ثاني، أنه مات في أثناء الحرب أو يعني لا لم تكن فيه حياة مستقرة والحرب يعني والحرب انقضت، يعني الحرب انقضت وهو إما مات أو حي ولكن فيه حياة غير مستقرة، يعني روحه تخرج، روحه تخرج من الايه؟ من الجراحات. حرب المشركين، طيب لو كان يحارب مثلا البغاة أو الخوارج، مثلا جيش الدولة، هناك مجموعة من الخوارج حملوا السلاح وقام الجيش بقتالهم ومات أحد الجنود، لا هذا يغسل ويصلى عليه لأنها ليست حربا للمشركين. قال بسببها، يعني بسبب الحرب، بسبب الحرب. طيب إنسان في وسط الحرب وكان مريضا أو مرض مرضا في أثناء الحرب ومات بسبب هذا المرض، أيضا يغسل ويصلى عليه لأنه لم يمت بسبب الحرب. قال كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، يعني هو يقاتل والجندي المسلم زميله ضرب طلقة فأصابته هو خطأ على سبيل، أيضا فهذا شهيد. أو عاد إليه سلاحه، ضرب بالسلاح فعاد السلاح إلى صدره، أيضا هو إيه؟ شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه. أو رمحته دابته، كان يركب خيلا فالخيل الذي يركبه وقع من عليه وداسه الخيل بقدمه إلى أن مات في أثناء المعركة، أيضا هذا شهيد. أو سقط عنها، يعني عن دابته، أو تردى حال قتاله في بئر وهو يقاتل في أثناء المعركة، مثلا يهرب من العدو مثلا أو يلحق بالعدو فوقع في بئر فمات، فهذا أيضا شهيد. أو انكشف عنه الحرب ولم يعلم سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم، لأن الظاهر أنه مات في أثناء الإيه؟ في أثناء الحرب. بخلاف من مات بعد انقضائها، يعني بعد انقضاء الحرب وفيه حياة مستقرة بجراحة فيه وإن قطع بموته منها، يعني حتى الجراحة التي أصابته في أثناء الحرب قطع بأنه سيموت منها، ولكن فيه حياة مستقرة وانقضت الحرب والحياة لا زالت فيه مستقرة ومات بعد ذلك، هذا أيضا يغسل ويصلى عليه. أو قبل انقضائها، لا بسبب حرب المشركين. صلى الله عليه وسلم. أو قبل انقضائها لا بسبب حرب المشركين، يعني مات قبل انقضاء الحرب لكن ليس بسبب
المشركين كأن مات بمرض أو فجأة أو في قتال بغاة فليس بشهيد. قال: ويعتبر في قتال المشركين كونه مباحا وهو ظاهر، كونه مباحا. النهاردة مثلا نحن نعيش وبيننا أهل الذمة يعيشون في أمان المسلمين ورعايتهم، إنسان يعني ضرب عقله وذهب منه وقال أريد أن نقاتل مثلا أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يعيشون بيننا، فذهب لقتالهم فقتلوه، هل هذا شهيد؟ هذا آثم، هذا ليس بشهيد، هذا معتدي. أما الشهيد العاري عما ذكر كالغريق والمبتون والمبطون والمطعون والميت عشقا والميتة، عندكم إيه؟ طلقا؟ طلقا عندك إيه؟ طلقا، لأن بعض النسخ فيها مطلقا، يعني عندك إيه؟ لا هذا خطأ، طلقا. والميتة طلقا يعني في طلق الحمل، ماتت وهي تلد. والميتة طلقا يعني في طلق الحمل، يسمى طلق، تموت المرأة وهي تلد ولدها. فالمرأة التي تموت وهي أثناء الولادة هذه شهيدة. الميت عشقا هو الذي يعني ابتلاه الله تعالى بعشق فتاة أو امرأة، وليس هناك له سبيل إليها، لكنه عفى وكتم، عفى عن الحرام، عفى عن الكلمة الحرام، عفى عن اللمسة الحرام، عفى عن التصريح بأي حرام مع شدة عشق. هذا ابتلاء، يعني هذا يكون ابتلاء شديد، يعني إذا ابتلي به إنسان، يعني أنا أعرف بعض الناس يعني من شدة تعلقه بفتاة لم يتمكن من الزواج منها جنة، يعني حصل له جنون. فهناك نفوس يعني تكون النفوس ضعيفة، إذا تمكن العشق منها ولم يعني تيسر الظروف للزواج من هذه المحبوبة ونحو ذلك، قد يجن، قد يموت من شدة حزنه. فالذي يموت بهذه الصورة بشرط العفة عن الحرام، يعني يكتم عشقه ويعف عن الحرام من لمسة ونظرة وكلمة، هذا يؤجر أجر الشهيد. قال: والميتة طلقا، طلقا يعني إيه؟ يعني المرأة تموت عند ولادتها. والمقتول في غير القتال المذكور ظلما، كأن قتل وهو يدافع عن ماله، يدافع عن عرضه، يدافع عن أرضه، قتل ظلما، فيغسل ويصلى عليه. يبقى عندنا الشهداء على ثلاثة أقسام. يقولون: القسم الأول شهيد الدنيا والآخرة، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا الشهيد يغسل، وهذا الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، شهيد الدنيا والآخرة
وله الجنة في الآخرة. النوع الثاني شهيد الدنيا فقط، وهو من قاتل المشركين من أجل الدنيا، قاتل من أجل الغنيمة ومات في أثناء المعركة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يفقد ثواب الآخرة، فهو شهيد في الدنيا، يعني له أحكام الشهيد في الدنيا، لا يغسل ولا يصلى عليه، لكنه يعدم الثواب في الآخرة. النوع الثالث شهيد الآخرة فقط، وهو هذه الأقسام التي ذكرناها: المبطون، الغرق، المحروق، الذي وقع عليه الهدم، هذا يأخذ ثواب الشهادة في الآخرة، لكنه لا تسري عليه أحكام الشهيد في الدنيا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. قال: ويجب غسل نجس أصابه غير دم الشهادة. ويجب غسل نجس أصابه، يعني أصاب الشهيد، يعني الشهيد في معركة المشركين، غير دم الشهادة وإن أدى ذلك إلى زوال دمها. يعني دم الشهادة لا نغسله من الشهيد، يدفن بحاله كما هو، لكن إن أصاب ثوبه نجاسة أخرى غير الدم فإنها تغسل عنه. قال: ويسن تكفينه، يعني تكفين الشهيد، في ثيابه التي مات فيها إذا اعتيد لبسها غالبا. أما ثياب الحرب كدرع ونحوها مما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وفروة فيندب نزعها كسائر الموتى. فإن لم تكفي ثيابه وجب تتميمها بما يستر جميع بدنه، لأنه حق للميت كما مر. قال: والثاني السقط، يعني الثاني ممن لا يغسل، لا يغسلان ولا يصلى عليهما. السقط بتثليث السين، يعني يجوز في السين الفتح والكسر والضم، نقول السقط، 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 فيها الأوجه الثلاثة. الذي لم يستهل صارخا، أي بأن لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا يجب غسله، ويسن ستره بخرقة ودفنه دون غيرهما. أما إذا علمت حياته بصياح أو غيره، حياة السقط يعني بصياح أو غيره، أو ظهرت أمارتها كاختلاج أو تحرك فككبير، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن حياته وموته بعدها في الأولى، اللي هي في صورة الصياح، يعني إذا علمت حياته بصياح وظهور أمارتها في الثانية كاختلاج أو تحرك. وإن لم تعلم حياته وظهر خلقه وجب تجهيزه بلا صلاة عليه. طيب، عندنا ما هو السقط؟
السقط هو الجنين النازل قبل تمام أشهره، الجنين النازل قبل تمام أشهره. ما هي تمام أشهره؟ الستة. تمام الأشهر ستة أشهر، لأن هذه أقل مدة يكون فيها الإيه؟ الحمل، ويولد الولد حيا بعدها. يبقى السقط ما نزل الجنين الذي ينزل قبل ستة أشهر، أما ما ينزل بعد ستة أشهر فلا يسمى سقطا. واضحة؟ يبقى السقط هو الذي ينزل قبل إيه؟ ستة أشهر، قبل تمام أشهر يعني قبل ستة أشهر. ما ينزل بعد ستة أشهر لا يسمى إيه؟ سقط. وله أحكام أخرى سنذكرها، لكن نحن الآن في السقط. هذا السقط الذي نزل قبل ستة أشهر ماذا نفعل معه؟ قال إن لم تعلم حياته، إن لم تعلم حياته كأن نزل من بطن أمه ميتا لم يتحرك ولم تصدر منه أي علامة تدل على حياته، فننظر، نريد يعني أن نأخذها واحدة واحدة. السقط نزل من بطن أمه ميتا، ماذا نفعل؟ ننظر هل هذا السقط بانت فيه ملامح الخلقة الآدمية، يعني أصبح له رأس ووجه وجسم ويدين، أصبح له هناك ملامح ظاهرة يعني لهذا السقط، هناك جسم آدمي، أم لا يوجد جسم آدمي، مجرد قطعة لحم نزلت من المضغة علقة نزل ولم تظهر فيه ملامح الخلقة الآدمية؟ إن ظهرت فيه ملامح الخلقة الآدمية مثلا غالبا يكون هذا عند أربعة أشهر، ما بين الأربعة والستة أشهر تجد الولد يعني ينزل جسم كامل، رأس وجسم ويدان ورجلان، جسم كامل. إن لم تظهر فيه ملامح الخلقة الآدمية، نزل علقة مضغة، فهذا يلف بخرقة ويدفن في أي مكان، يلف بخرقة ويدفن في أي مكان. لكن إن ظهرت فيه علامات الخلقة، مثلا نزل من بعد أربع شهور إلى ستة، قبل الستة يعني، فهذا يغسل ويكفن ويدفن، لكن لا يصلى عليه. يغسل يكفن يدفن لكن لا يصلى عليه. طيب، يبقى هذه الصورة الأولى، لم تعلم حياته، نزل من بطن أمه ميتا لم تظهر فيه أي علامة من علامات الحياة، فله حالتان: إن ظهرت فيه أمارات الخلقة الآدمية يغسل يكفن يدفن، إن لم تظهر فيه أمارات الخلقة الآدمية كأن كان علقة مضغة فقط يلف بخرقة ويدفن. طيب، ولذلك قال إيه؟ السقط الذي لم يستهل سارخا، يعني لم تظهر فيه أي علامة من علامات الحياة. طيب، إن ظهرت فيه علامة من علامات الحياة،
كأن نزل من بطن أمه بعد 4 أشهر وقبل 6 أشهر، نزل وصرخ ومات علمت حياته، أو نزل من بطن أمه وهو يتحرك، قدمه تتحرك، يداه تتحرك، ثم مات. هو غالبا يعني الولد يعني الذي ينزل بين 4 و6 أشهر غالبا يموت، يعني غالبا يموت. لكن يعني أخبرني بعض الأطباء أنه يعني رصد حالة عنده نزل الولد في بعد 5 أشهر وعاش، ولكن في الغالب يموت إذا نزل بين 4 و6 أشهر. فإن ظهرت أي علامة من علامات الحياة كصراخ صياح الولد حين ينزل، كأن نزل من بطن أمه وهو يتنفس، اختلاج يعني شدة النفس، يتنفس بقوة ثم مات، أو نزل ويده تتحرك ورجله تتحرك، يعني حركة الجنين حين ينزل. فإن ظهرت أي علامة من علامات الحياة وجب أن يفعل به ما يفعل بالموتى، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. هذا حكم ليه؟ السقط. وقلنا السقط هو النازل قبل ايه؟ قبل 6 أشهر. أما ما ينزل بعد كمال أشهره، بعد 6 أشهر، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على أي حال، نزل حيا أو ميتا. هذا يعني معتمد المذهب في هذه المسألة، أن الذي ينزل بعد 6 أشهر ها يغسل يكفن يصلى عليه يدفن على أي حال، نزل حيا أو ميتا، نزل حيا أو ميتا، علمت حياته أم لم تعلم في الظاهر يعني. فهذا يجب فيه ما يجب لسائر الموتى من الغسل والتكفين والصلاة عليه ودفن. هذا يعني معتمد المذهب في هذه المسألة. ولو لم ينزل خطبه إيه؟ للجنين بعد 6 أشهر، لو لم يذهب خطبه لا، هذا لا يمكن. الولد الجنين يكتمل نموه عند 4 أشهر، يعني عند 4 أشهر يكون آدمي. يعني أنا شاهدت ذلك، يعني حضرت بعض حالات السقط مثلا على 5 أشهر وأنا غسلته، فكان مثلا ولد يعني مثلا هكذا، ولكن ولد كامل، كان يعني كان 5 أشهر وولد كامل، يعني بعين وأذن ورأس وجسم ويدان ورجلان، يعني ولد كامل. فبعد 4 أشهر يكون الولد اكتمل. ولكن عدم بيان الخلقة هذا يكون في أول 80 يوم، في الأشهر الثلاثة الأولى، يعني هذا محلها. لكن قرب 4 أشهر وما بعدها يكون الولد قد اكتمل بنيانه تماما، ولذلك حكمه يفترق في الدية. إن حصل اعتداء أو إجهاض للجنين بعد 4 أشهر يختلف الحكم عن الإجهاض قبل 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر هذا قتل لإنسان، إنسان كامل نفخت فيه الروح، والروح كيف تنفخ في غير جسد؟ فالروح تنفخ عند 4 أشهر، والروح لا تنفخ إلا في جسد. فوضحت مسألة السقط أم فيها شيء لم يتضح؟ أم نعيد؟ ها؟ واضح؟ تمام؟ طيب الحمد لله. يبقى قاعدة عندنا بعد 6 أشهر دون تفكير، دون تفكير الولد 6 أشهر يغسل يكفن يصلى عليه يدفن دون تفصيل. التفصيل في علم الحياة وعدم هذا يكون قبل إيه؟
قبل ستة أشهر، قبل تمام أشهر. طبعا المسألة فيها خلاف في المذهب، ولكن هذا المعتمد في المذهب. قال: والسقط مشتق من السقوط، وهو النازل قبل تمام أشهره. فإن بلغها، ها، فإن بلغها يعني بلغ الستة أشهر، ها، فكالكبير، يعني يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه وإيه ويدفن. فإن بلغها يعني بلغ تمام الأشهر التي هي الستة فكالكبير، كما أفتى به بعض المتأخرين. طبعا بعض المتأخرين يقصد به شيخه الشهاب الايه؟ الشهاب الرملي. قال: والاستهلال، هو قال ايه في المتن؟ الذي لم يستهل صارخا. فقال: والاستهلال الصياح عند الولادة كما قاله أهل اللغة. فقوله صارخا تأكيد. قال: ويغسل الميت وترا ندبا كما مر، ويكون في أول غسله سدر أو خطمي. يعني هي طبعا أمور تباع عند العطارين معروفة، لكن المراد منها ما يشبه الصابون ونحو ذلك. مثلا جابوا شامبو وقالوا يعني المغسل يعني حديث كده وشيك وحلو كده يعني، ولابس لبس شبابي ويريد أن يعني يفرح الميت، فأتى بشامبو يعني كبير كده زجاج. عارفين الشامبو ولا لا؟ من قال؟ انا قالها بقوه. جاب شامبو، اتى بالشامبو وقال: نريد ان نغسل الميت بالشامبو. جيد، حلو، يعني نظافه تؤدي الغرض، يعني هي تؤدي تؤدي نفس المعنى. وفي اخره الذي يكون وترا شيء من كافور، يعني يوضع في الغسلة الثالثة شيء من الكافور، تقوية للجسد ومنعا للهوام والنتن، وهو مندوب في كل غسلة إلا أنه في الأخيرة آكد، وهو يعني الكافور. ومحله يعني محل الكافور، محل استعمال الكافور، ها، في غير المحرم. طيب الـ 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 الصابون هل يغسل به المحرم أم لا؟ يغسل به المحرم، لأن الذي يحرم على المحرم ما فيه قصد الطيب، ما فيه قصد الطيب، لكن هذه المنظفات لا تستعمل للطيب، بدليل أن المرأة ممكن أن تغتسل بهذه المنظفات وتخرج إلى الشارع، لا حرج في ذلك، لكن هل يجوز للمرأة أن تضع طيبا وتخرج للشارع؟ لا، هذا لا يجوز. فالمحرم على المحرم ماذا؟ هو قصد الطيب، استعمال شيء فيه قصد الطيب. فلذلك الكلام هنا في الإيه؟ ومحله يعني محل الإيه؟ الكافور، ليس الكلام على السدر والخطم، وإنما الكلام في الإيه؟ في الكافور. من أجل ذلك أقول لكم لابد وأن نكتب خلف الأستاذ عودة الضمائر. يبقى ومحله يعني الكافور في الغسلة الثالثة في غير المحرم، أما المحرم فلا يقرب طيبا. أما المحرم الذي مات وهو محرم فلا يقرب طيبا، كما في الروضة وغيرها. وصفة أكمال الغسل قد تقدمت. قال: ويكفن الميت الذكر في ثلاثة أثواب بيض، لخبر: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.
يبقى البسوا من ثيابكم البياض، البسوا هكذا على وزن اعلموا، البسوا هكذا تنطق على وزن ايه؟ اعلموا، البسوا. الله. وكفنوا فيها موتاكم. ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا هو الأفضل في حقه. لماذا هو الأفضل؟ لأنه هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كفن في ثلاثة أثواب إيه؟ بيض، لفائف، ثلاث لفائف. ويجوز رابع وخامس. الأفضل ثلاثة أثواب بيض لفائف، لكن هل قوله ليس فيها قميص ولا عمامة على المنع أم على بيان الأفضل؟ ليس على المنع، يبقى يجوز أن يكون هناك رابع وخامس في الكفن. فالرابع يكون القميص، والخامس تكون الايه؟ العمامة. يبقى هذا جائز، لكن الأفضل أن يلف الميت بثلاثة إيه؟ لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب، عندي قميص جلباب لشيخي، وشيخي هذا من أولياء الله الصالحين، وأنا أخذت منه هذا القميص أو هذا الجلباب حتى أكفن فيه بعد الموت، أي أفضل؟ أي ذلك أفضل؟ ثلاث لفائف فقط أم نزيد القميص؟ طبعا طبعا نزيد القميص، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد القميص لعبد الله بن أبي بن سلول رجاء أن يخفف عنه العذاب في قبره. فإذا كان القميص يعني أثرا من آثار الصالحين يرجى به التخفيف عن الميت، فيكون هو القميص أول الجلد، وتلف اللفائف الثلاثة على القميص. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون ذلك، يأخذون بعض الآثار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يكفنون فيها. وهكذا كان فعل الأكابر. سيدنا الإمام الشافعي كان يتبرك بقميص الإمام أحمد، تعرفون هذه القصة أم لا؟ ها؟ تعرفونها أم لا؟ لما كانت فتنة خلق القرآن، أرسل الإمام الشافعي، رأى رؤيا، فأرسل الإمام الشافعي رضي الله عنه تلميذه، أظن الإمام المزني أو البويطي يعني لا أذكر، أرسله إلى الإمام أحمد في العراق وقال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشرك ويقول لك اصبر على بلوى تصيبك. فالإمام أحمد فرح بهذه الرؤيا، فخلع قميصه وأعطاه لتلميذ الإمام الشافعي الذي أتى بالرؤيا. هو من السنة إذا يعني أخبرك أحد بخبر سار أن يعني تعطيه هدية. فالإمام أحمد كان فقير، فلم يكن يملك إلا القميص الذي يلبسه، فخلعه وأعطاه لتلميذ الإمام الشافعي. فحينما عاد التلميذ إلى الإمام الشافعي وأخبره يعني بأنه أوصل الرسالة، قال له الإمام الشافعي وهل أعطاك أحمد شيئا؟ يعني أنت لماذا لم تحكي الحكاية كلها يعني. قال له نعم أعطاني قميصه. قال فهات به. فوضعه الإمام الشافعي في الماء
ثم اغتسل بهذا الماء الذي فيه أثر قميص الإمام أحمد رحمه الله تعالى تبركا بالإمام أحمد، مع أنه تلميذه، يعني الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي. فانظر يعني كيف يتبرك الأستاذ بيعني أثر تلميذه. ولذلك يعني أنا أتبرك بكم جميعا، يعني أنتم صالحون، وأملنا في الله أن تكونوا شفعاء لنا بين يدي الله يوم القيامة، يعني هذا أملنا. فإن كان هناك قميص أو أثر لأحد من الصالحين فالأفضل طبعا أن يكون في الكفن. والإمام أحمد كان عنده شعرة من شعرات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بأن توضع على فمه قبل تكفينه، توضع الشعرة على فمه ثم يكفن تبركا بالأثر النبوي الشريف. يبقى إذن لو زاد في الكفن القميص والعمامة لا حرج، لأنكم ستشاهدون بعض يعني هؤلاء المتشددين يمنعون ذلك، يقول هذه بدعة وهذه وهذه. لا يمكن أن نقول على كل شيء بدعة وبدعة ضلالة وضلالة في النار، ويعني ندخل الناس النار بهذه الصورة. ولكن جائز جائز، ولكن أنا أحب أن يفعل بي مثل ما فعل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حينما كنت يعني أغسل والدي وكان يعني يساعد في لأن غسل الميت يعني ثقيل على الجسم، يعني غسل الميت يعني وأنا يعني في ضعف يعني لا أتحمل أمر الغسل، يعني أقف أنظر وأشرف لكن لا أمارس يعني الغسل إلا لضرورة لأنه متعب فحينما انتهى الغسل وجئنا للتكفين يعني كان معي جلباب لشيخي، يعني فقلت له ضع هذا الجلباب أولا قبل التكفين على جسد والدي قبل التكفين. فقال يا شيخ يعني هذه يعني لم ترد في السنة. قلت له بقول لك إيه، هو أبوك أم أبي؟ قال أبوك. قال أنا أحب أن أفعل البدعة بأبي، ما أنا المسؤول، أنا المسؤول، نحن نحب هذه البدعة، يعني هو والدي وأنا وليه، أنا وليه وأنا المسؤول. حط القميص على مسؤوليتك يا شيخ. قلت له على مسؤولية مصر كلها، مسؤولية دار الإفتاء والأزهر فالشيء يعني مهم أن نجمع بين العمل في الغسل والتكفين وبين العلم حتى لا نخطئ الناس بالجهل. فممكن تجدون في بعض البلاد يزيدون القميص والعمامة، فلا ننكر هذا جائز، هكذا كلام الأئمة، هذا جائز لا حرج فيه. لكن إن سألك أحد وقال لك ما الأفضل، حينها نقول له الأفضل أن نفعل بموتانا ما فعل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللفائف الثلاثة. والأفضل في حق المرأة ومثلها الخنثى خمسة، يعني خمسة أثواب: إزار فقميص فخمار وهو ما يغطى به الرأس فلفافتان. وأما الواجب فقد تقدم الكلام عليه. قال: ثم أعلم أن أركان الصلاة على الميت سبعة ذكر المصنف بعضها. الركن الأول النية كنية غيرها من الصلوات، ولا يجب في الميت الحاضر تعيينه باسمه أو نحوه، يعني لا يشترط أن أقول نويت أن أصلي على فلان ابن فلان، لا يشترط ذلك، ولكن
هو ميت حاضر، فأنوي الصلاة على هذا الميت الحاضر أو على من حضر من أموات المسلمين وإن لم أكن أعرفهم بذواتهم وأعينهم. بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من يصلي عليه الإمام. فإن عينه كزيد أو رجل ولم يشر إليه وأخطأ في تعيينه فبان عمرا أو امرأة لم تصح صلاته، فإن أشار إليه صحت كما في زيادة الروضة تغليبا للإشارة. فإن حضر موتى يعني أكثر من ميت حضروا في المسجد مثلا نوى الصلاة عليهم وإن لم يعرف عددهم، يعني نقول نويت الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح. فلو صلى على بعضهم يعني نوى الصلاة على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح، لأنه حينما قال قبله فإن حضر موتى نوى الصلاة عليهم يعني عليهم جميعا وإن لم يعرف عددهم. قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولم يعينه
لأن هذا مما يعتبر. طيب قال: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي لم تصح. المشكلة في هذه الصورة أنه الصورة التي قبله النية فيها نوى الصلاة على الجميع، لكن في هذه الصورة أبهم، قال صلى على بعضهم ولم يعين هذا البعض ثم صلى على الباقي الذي لم يعينه أو الذي لم يذكره في نيته الأولى، فلم تصح الصلاة في هذه الصورة لوجود الإبهام في نيته، لأنه أبهم في نيته ولم يعين. أولا الصلاة على بعض من حضر ولم يعين، لو أنه عين هذا البعض، مثلا نويت أصلي على أحمد ومحمد وخديجة مثلا من الذين أمامي، عينهم، فبتعيينه تكون نيته على من نواه، لكن هو قال صلى على بعضهم ولم يعينه، أبهم، لم يحدد هذا البعض، ثم صلى على الباقي، يعني حينما أتى إلى الصلاة أو حينما بدأ في الصلاة صلى على الجميع. فهذا الإبهام في النية أفسد صلاته، فالنية لابد وأن تكون واضحة وجلية. إيه؟ أي صلاة لم تصح الثاني فقط؟ كلاهما لم تصح فيهما. لأنه أبهم في كل من البعضين، البعض الأول أبهمه والبعض الثاني أيضا أبهمه. قال: ولو أحرم الإمام بالصلاة على جنازة ثم حضرت أخرى وهو في الصلاة تركت حتى يفرغ ثم يصلي على الثانية لأنه لم ينوها أولا، ذكره في المجموع. قال: ولو صلى على حي وميت، يعني هو صلى نوى الصلاة على أحمد ومحمد وهو يعتقد أن أحمد هذا ميت، وظهر أن أحمد هذا حي، فهل تصح الصلاة؟ قال: تصح، صحت على الميت إن جهل الحال، وإلا فلا، يعني إن كان يعلم أن الذي نواه هذا حي ونوى الصلاة عليه فالصلاة لا تصح لا على الحي ولا على الميت. لماذا؟ لأنه يتلاعب. ويجب على المأموم نية الاقتداء، يعني في صلاة الجنازة ينوي نية الاقتداء بالإمام. قال: والركن الثاني قيام قادر عليه كغيرها من الفرائض، يعني القيام مع القدرة في صلاة الجنازة. الركن الثالث يكبر عليه 4 تكبيرات للاتباع، رواه الشيخان، فلو زاد عليها لم تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه إنما زاد ذكرا، قال الله أكبر 2 بعد 4، إنما زاد ذكرا فلا تبطل الصلاة.
وإذا زاد إمامه عليها لم يسن له متابعته في الزائد. لعدم سنه للإمام بل يفارقه ويسلم أو ينتظره ليسلم معه وهو أفضل. والركن الرابع قراءة الفاتحة كغيرها من الصلوات. ولعموم خبر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى هو ظاهر كلام الغزالي وتبعه الرافعي وصححه النووي في تبيانه، ولكن الراجح كما رجحه النووي في منهاجه من زياداته أنها تجزئ، أنها يعني الفاتحة تجزئ في غير الأولى من الثانية والثالثة والرابعة. يبقى هي الفاتحة ركن، ولكن هل هي ركن بعد يشترط أن تكون بعد التكبيرة الأولى؟ لا، لا يشترط ذلك، فيصح أن تكون بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. وجزم به في المجموع، وفي المجموع يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت. ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة. قال: ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرأت الفاتحة فيه. يعني مثلا يجوز أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد التكبيرة الثانية ثم يأتي بالفاتحة، أو يأتي بالفاتحة أولا، فلا يشترط الترتيب. ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر، هذا لا يجوز، كما يؤخذ من كلام المجموع، لأن هذه الخصلة لم تثبت. وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز بدلها، كما قلنا الذي يعجز عن الفاتحة يقرأ 7 آيات ثم 7 أذكار كما ذكرنا في باب الصلاة. والركن الخامس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية للاتباع، وأقلها اللهم صلي على محمد. طبعا اتفقنا أن المستحب في المذهب زيادة السيادة قبل لفظ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتسن الصلاة على الآل كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد لله قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التكبيرة الثانية بعدها يسن فيها 3 أمور. أولا نبدأ بالحمد، نقول الحمد لله، ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ندعو للمؤمنين والمؤمنات. يبقى هذا كله نقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره، ثم ندعو للمؤمنين والمؤمنات. هذه الأمور الثلاثة مستحبة بعد التكبيرة الثانية، مستحبة بعد التكبيرة الثانية. واضحة يا شباب؟ والركن السادس يدعو للميت بخصوصه، لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدمة له، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. والواجب يعني من الدعاء ما ينطلق عليه الاسم، كاللهم ارحمه واللهم اغفر له. وأما الأكمل فسيأتي. وقول الأذرعي الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه، قال الغزي باطل. يعني الإمام الأذرعي الدعاء للميت هذا خاص بغير المكلف، أما بالمكلف، أما غير المكلف كالطفل مثلا
فهذا لا يدعى له، لا يجب الدعاء له بعد التكبيرة الايه الثالثة. هذا قول الأذرعي، لكن الإمام الغزي وأئمة المذهب قالوا ببطلان هذا القول لمخالفته السنة الواردة. قال: ويجب أن يكون الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، فلا يجزئ في غيرها بلا خلاف. قال في المجموع: وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع. يبقى الدعاء للميت خصوصا لا يكون إلا بعد التكبيرة الايه الثالثة. قال: ويكفي ذلك، يعني ايه؟ يعني يكفي الاتباع في إثبات الحكم، فلا يتوقف على علة ولا على حكمة. ويكفي ذلك يعني يكفي الاتباع في إثبات الحكم، فلا يتوقف على علة أو على حكمة. ويسن رفع يديه في تكبيراتها حذو منكبيه. يبقى عندنا السنة في المذهب رفع اليدين مع كل تكبيرة في الجنائز، في كل تكبيرة نرفع اليدين حذو المنكبين. هذه السنة في المذهب، وطبعا لها أدلة يعني ثابتة، وأدلة صحيحة وثابتة عن سيدنا ابن عباس وسيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ويضع يديه بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات، وتعوذ للقراءة، يعني ويسن أن يتعوذ للقراءة، وإصرار به، وإصرار به يعني إصرار بالتعوذ، وبقراءة ليلا أو نهارا، يعني ويسن الإصرار بالقراءة في الجنازة، سواء كنت أصلي الجنازة بالليل أو النهار، فيسن الإيه؟ الإصرار بالفاتحة. وترك افتتاح وسورة لطولهما، يعني ويسن ترك افتتاح، يعني ترك دعاء الافتتاح، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره، هذا يسن تركه في صلاة الجنازة. وكذلك يسن ترك قراءة سورة بعد الفاتحة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف والإسراع بدفن الميت. وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك ولو صلى على قبر أو غائب، يعني وظاهر الكلام أن الحكم كذلك بالنسبة لسنية ترك الافتتاح وقراءة السورة، حتى ولو كنت تصلي على القبر، لأنه ممكن أن يقول لك الميت دفن فنزيد في الصلاة، وعلة يعني الإسراع لم تعد موجودة، فالترك هذا مستحب حتى وإن كنت تصلي على الميت في قبره أو كنت تصلي على غائب، لأن شأن صلاة الجنازة مبني على التخفيف. وأما أكمل الدعاء فيقول بعد قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، تقول بعد هذا الدعاء: اللهم أي الله هذا الميت عبدك وابن عبديك، بالتثنية تغليبا للمذكر، خرج من روح الدنيا بفتح الراء وهو نسيم الريح، وسعتها بفتح السين أي الاتساع، وبالجر عطفا على المجرور المضاف، ومحبوبه وأحبائه فيها أي ما يحبه ومن يحبه، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه،
من هول منكر ونكير كذا في المجموع عن القاضي حسين قال في المهمات، لكن اللفظ يتناول ما يلقاه في القبر وفيما بعده. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك إلى جميع خلقك، وأنت أعلم به أي منا، اللهم إنه نزل بك أي ضيفك، وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام، وأنت خير منزول به. ويذكر اللفظ مطلقا يعني في قوله وأنت خير منزول به، يأتي فيه بالتذكير، ويذكر اللفظ مطلقا سواء أكان الميت ذكرا أم أنثى، لأنه عائد على الله، يعني لا يصح أن أقول وأنت خير، لأنه عائد على الله، قال الدميري وكثيرا ما يغلط في ذلك. وأصبح فقيرا إلى رحمتك الواسعة، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك أي قصدناك راغبين إليك شفعاء له عندك. اللهم إن كان محسنا لنفسه فزد في إحسانه أي إحسانك إليه، وإن كان مسيئا عليها فتجاوز عنه بكرمك، ولقه أي أنله برحمتك رضاك عنه، وقه بفضلك فتنة السؤال في القبر بإعانته على التثبيت في جوابه، وقه عذابه المعلوم صحتهما من الأحاديث الصحيحة. فتنة القبر وعذاب القبر معلومان من الأحاديث الصحيحة. وافسح له بفتح السين أي وسع له في قبره مد البصر كما صح به الخبر، وجاف الأرض أي ارفعها عن جنبيه بفتح الجيم وسكون النون بعدها تثنية جنب كما هو عبارة الأكثرين. وفي بعض نسخ الأم الصحيحة عن جثته، يعني جاف الأرض عن جثته بضم الجيم وفتح المثلثة المشددة، قال في المهمات وهي أحسن لدخول الجنين والبطن والظهر. ولا إيه؟ لدخول الجنبين صحيح، أحسن الله إليك، لدخول الجنبين والبطن والظهر. ولقه برحمتك الأمن من عذابك الشامل لما في القبر ولما في القيامة. وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه، إذ هو المقصود من هذه الشفاعة، حتى تبعثه من قبره بجسده وروحه آمنا من هول الموقف، مساقا في زمرة المتقين إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. جمع ذلك الشافعي رحمه الله تعالى من الأخبار واستحسنه الأصحاب، ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها، وكذا هو في المجموع، والمشهور في قوله ومحبوبه وأحبائه الجر، ويجوز رفعه بجعل الواو للحال، يعني ومحبوبه وأحباؤه، يعني رفعه على الابتداء. وهذا في البالغ الذكر، فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنثى ما يعود إليها، يعني يقول اللهم إن هذه أمتك وابنة عبديك خرجت من الدنيا، يعني نثني الضمائر. وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر، يعني وهو يدعو للأنثى إن ذكر بقصد هذا الميت فأيضا يجوز ذلك. وإن كان خنثى قال الإسنوي فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه. يعني نقول اللهم إن هذا خلقك، اللهم إن هذا ملكك، هكذا يعني. قال فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك.
والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه. يعني نقول اللهم هذا خلقك وهذه صنعتك بمثل ذلك. ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الميت أو الشخص، ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة. هذا في الخنثى، هذا في الايه؟ في الخنثى. وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه، يعني مثلا إن كان أكثر من جنازة يقول اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، إن كان اثنان اللهم اغفر لهما اللهم ارحمهما. وأما الصغير فيقول فيه مع الأول، مع الأول الذي هو إيه؟ الذي قاله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يقول بعده اللهم اجعله فرطا لأبويه، أي سابقا مهيئا لمصالحهما في الآخرة، وسلفا وذكرا بالذال المعجمة، وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما، لأن ذلك مناسب للحال. وزاد في المجموع على هذا ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى، يعني الميت الصغير أنثى، اللهم اجعلها فرطا لأبويها وهكذا. ويأتي في الخنثى ما مر. ويكفي هذا الدعاء للطفل، ولا ينافي قولهم إنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. هذا يعني هو الحديث. ولكن لو دعا له بخصوصه كفى. ولو تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة، يعني يدعو بما يدعى به للطفل ثم يخصصه بالدعاء. إن كان هناك شك هل هذا الولد بلغ أم لا. قال الإسنوي وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا، يعني سواء كان هذا الطفل الذي ندعو له سواء مات في حياة أبويه أم لا، يعني أم مات أبواه أو أحد أبويه قبله، أيضا ندعو بهذا الدعاء. وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين، فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال. الإمام الزركشي لا، قال هذا الدعاء محله في الأبوين المسلمين الحيين، ندعو لهما بذلك. وهذا أولى، وهذا أولى، هذا من تعليق الشيخ الخطيب، وهذا أولى، يعني كلام الزركشي يعني. ولو جهل إسلامهما فالأولى أن يعلق على إيمانهما، خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار. يعني لو جهل إسلام الأبوين فالأولى أن يعلق اللهم اجعله فرطا لأبويه إن كانا مؤمنين. ولو علم كفرهما كتبعية الصغير للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما. ويقول في التكبيرة الرابعة ندبا اللهم لا تحرمنا بفتح المثنات الفوقية وضمها أجره، أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به، فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد. ولا تفتنا بعده، أي بالابتلاء بالمعاصي. وزاد المصنف كالتنبيه واغفر لنا وله،
واستحسنه الأصحاب، ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة كما في الروضة. نعم، لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. واضح يا شباب؟ نكتفي يعني بهذا القدر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.